الحالم وأرادت ترفيه على رسول الله. إذن النتيجة، فكان عمر أفقه من ابن عباس ومواثقيه. إذن يعني كانت يعني في الغرفة ماذا أكو؟ جبهتان، جبهتان. خطان، اتجاهان. وهذا يكشف عن أنه إذن علي لم يكن موجودا، وإلا لو كان علي موجودا لما كان يجرؤ على أنا ابن عباس ماذا يتصدى هذه يتصدى. المجموعة. إذن دعوى بعض المداخلات، وهو أنه لماذا سكت علي، لماذا سكت أهل البيت؟ أبدا أبدا أبدا، لا توجد عندكم أي دليل أن عليا كان حاضرا ماذا؟ في كان ذلك حاضرا في المجلس. ذلك المجلس. الذي ثبت بالقطع واليقين أن الذي حضر هو عمر على رأس الفئة المعارضة والمخالفة وابن لنص، عباس. وابن عباس على رأس الجهة أو الجماعة الموافقة ماذا؟ الموافقة. لأن يكتب رسول الله. أنا أحسنتم، سؤال جدا وجيه. أنا بالأمس قلت بأنه يظهر من مجريات الأحداث أن علي سلام الله عليه لم يكن حاضرا هذا المجلس، بدليل أن الذي تزعم الدفاع الجهة عن رسول الله، الجهة التي قالت ائتوا له بكتاب، قربوا له كتاب، كان من؟ كان ابن عباس. ومن الواضح أنه لو كان عليا حاضرا في ذلك المجلس لكان هو الذي يتصدى. نعم، توجد هناك رواية، هذه الرواية وجدتها يعني بعض الإخوة أشاروا إليها، وهي مسند الإمام أحمد بن حنبل الجزء الثاني رقم الرواية 693، الرواية عن نعيم بن يزيد عن علي بن أبي طالب قال أمرني النبي أن آتيه بطبق يكتب فيه ما لا تظل أمته من بعده، فقال فخشيت أن تفوتني نفسه، قال قلت إني أحفظ وأعي، قال أوصي بالصلاة والزكاة وما ملكت أيمانكم. أنا لا أعلم هسه كيف أن هذه الأمور تنقذ الأمة ماذا؟ من الضلال. الوصية بالصلاة وردت في القرآن. قد يكون في مجلس آخر. أحسن. أولا هذا الجواب عن هذا، أولا أعزائي أن الرواية ضعيفة السند، قال إسناده ضعيف، وثانيا لم يثبت أن هذا هو نفس المجلس الذي كان، بدليل أنه عن علي بن قال أمرني، هذه كغير بأنه أتوني بكتاب. إذا نحن لم نجد إلى الآن دليلا واضحا يدل أن علي بن أبي طالب أو أحد من كبار أهل البيت كان ماذا حاضرا في ذلك المجلس.